خليكن عاقلين مثل ما بعرفكن وحكولي شو صاير؟ رفيقك ماله جايب لي هدية، وفوق هالعملة السودة تبعه راح سرق واحد من خواتمي وقدم لي اياه هدية. ايه هو غشني وكذب علي، هو مجرم، عملتها جريمة. انت مجرم. ايه بس انا انت غلطت، بس اكيد في سبب. بقى قلي انت ليش هيك عملت؟ شو الفايدة اذا بتسأله؟ حتى بلافي اذا بتروحي على المحاكم القاضي رح يسأله هو شو الدافع تبعه، وانا عم اسأله نفس الشي. من شو خايفة انت؟ انا معك، خلاص لا تخافي، انا معك جنبك. انت مجرم، كيف هيك بتكذب على بلافي؟ مجرم كذاب. انا كذبت عليها وانا سرقت وهي جريمة، بس انا بدي اياك تسألني ليش عملت هيك ابي. فكرت بالسبب؟ انا عملت كل هذا الشيء مشان ما اكسر لقلبها. ما كان لازم تعمل هيك ابدا، شو له داعي انك تسرق؟ بجوز كان انكسر قلبها، بس ما كنت رح تخسر ثقتها. من وجهة نظره هو عمل هالشي لانه كان حابب يشوفك مبسوطة، يعني اطلعي على نيته. نيته كانت صحيحة وما كان حابب انه يجرحك، منشان هيك سرق الخاتم وكذب عليكي. بس ما كان لازم يكذب علي، ما بيصير يكذب على مرته لو شو ما صار. هو ما كان حابب لا يكذب عليكي ولا يسرق الخاتم، بس هو كان مضغوط ضغط نفسي، قصدي هو كان حابب يكون قد توقعاتك فيه. إذا أنت بتعطيه شوية راحة وبتضلي رايقة ما بقى رح يكذب، والحقيقة أكيد رح تكوني مبسوطة كتير معه. اتنيناتكم غلطانين، لهيك اتنيناتكم قرروا يا جماعة روقوا وعيشوا حياة حلوة ماشي؟ أنا آسفة. لا تعتذري، ما بحب حطك بهيك موقف محرج أبدا. بكرة منروح السوق وراح أشتري لك أحلى خاتم. شوفي قليلي، لا تفكر تتركني بحياتك بوراب لو سمحت. لا تفكري هيك، لا تصيري وحدة ضعيفة. ضعيفة؟ أنا ضعيفة بوراب؟ بالعادة وقت الشخص بيحب حدا من كل قلبه إجباري عنه رح يصير ضعيف غصبا عنه. الشغلة مو بإيدي أبدا، أنا حاسة إني ضعيفة كتير، مو متل ماني متعودة وما كنت هيك. أنت بتعرف بوراب أنا خايفة، إذا بتريد وعدني إنك ما رح تتركني وإنه رح تضل معي طول العمر لو سمحت. اسمعي، أنا فهمان عليك منيح لأنك شفتي ديشا اليوم. إذا بتريد ما بدي أسمع هالحكي منك بوراب، بس أنت لازم تقول إنك إلي ومو لحدا تاني، وإنك مستحيل تتركني أبداً، هاد كل شي. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.